كانوا متفرقين، بل كانت الاعتصامات تنظم ضد كل طرف من هذه الأطراف التي اجتمعت اليوم على تشويه الحقائق في كل مكان. بل أكثر من ذلك، على تجويع الشعب والتنكيل به في كل مكان. ولا تبزغ شمس يوم جديد إلا وتأتي معها قضية مفتعلة يتم افتعالها من قبل هؤلاء الذين يعملون في الظلام. معركة قيس سعيد اليوم أعمق من مجرد معركة ضد لوبيات الفساد أو ضد ديمقراطية مغشوشة أو ضد منظومة حزبية تلاعبت بقوت الشعب ومصيره طيلة 10 سنوات من الصفقات تحت الطاولة وتقاسم الأدوار باسم الحوار والتوافق الشكلاني. قيس سعيد هدد بإجراءاته المتخذة في 25 جويلية الاستثمار الأمريكي في المشروع الإخواني لنشر الفوضى الخلاق. رشد الغنوشي وبصفته الوكيل المعتمد للمشروع الهلال ارتمى في أحضان الغرب وأطلق صيحات الفزع منذ الليلة الأولى لسقوطه، فتراوحت تحركاته بين الاستعانة بشركات الضغط والمطالبة باستخدام ورقة التلقيح للضغط على قيس سعيد، وصولا إلى الرحلات المكوكية للتذلل على أعتاب نواب الكونغرس الأمريكي بقيادة ماهر مديوح. يعلق الإخوان اليوم الأمال على صندوق النقد الدولي متذرعين بحماية الديمقراطية واستعادتها، ويحاولون تجييش الرأي العام الأمريكي وصناع القرار في سبيل فرض عودتهم إلى المشهد السياسي ضمن شروط الصندوق لتمويل البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة كانوا المتسببين فيها هم بالأساس. وفي إطار الجهود التي يبذلها لوبي الإخوان بالخارج في سبيل حماية ديمقراطية التسفير والتفجير، طالب سفراء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين بتونس في مراسلة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية جو بايدن بالتحرك والتصدي لرئيس الجمهورية قيس سعيد، حيث انتقد الممضون على المراسلة غياب رد فعل أمريكي قوي على ما وصفوه بهجوم سعيد على الديمقراطية، وطالبوا بالعودة السريعة للهيئة التشريعية المنتخبة وبإعادة الهيئات المستقلة بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى المطالبة بحماية التعددية السياسية وحرية التعبير التي أصبحت مهددة وفق ما جاء في نص الرسالة حسب موقع بيزنس نيوز. المراسلة الموجهة إلى الرئيس الأمريكي دعت بشكل صريح إلى اشتراط العودة إلى المسار الديمقراطي لدعم الاقتصاد التونسي وتقديم القروض. القروض المسمومة صارت آلية وسلاح تستخدمه الجهات المانحة في فرض إملاءاتها وشروطها على الدول المفقرة، وهو ما يراهن عليه الإخوان اليوم بعد أن فشلت كل تحركاتهم في الداخل وفشلوا في تحشيد الشعب وتأليبه على رئيس الجمهورية رغم كل الأزمات المفتعلة. بينما أكد سعيد أنه ماض في مسعاه لتطهير البلاد، سعيد قال لن يهدأ الليبي ولن يهدأ للشعب بيل إلا إذا تم تطهير البلاد، مؤكدا أنه لا بد من وضع حد للحلال الدولة ومؤسساتها وأنه لا مجال لأن يتسلل هؤلاء، في إشارة إلى حركة النهضة إلى كل القطاعات تحت أي عنوان. سعيد وردا على بروباغندا وتحركات الإخوان في الخارج أكد خلال لقائه بالسيدة نجلة بودن على الحرص الراسخ على احترام القانون والحريات والحقوق على خلاف ما يتم الترويج له في الخارج، وأضاف بأنه لا مجال للتطاول على الدولة أو إرباك عملها. تباطى قيس سعيد في محاسبة رشد الغنوشي وفتح الملفات الكبرى على غرار التسفير والاغتيالات السياسية والإرهاب والفساد المالي والعمالة المفضوحة للخارج، مكن شيخ التنظيم من التقاط الأنفاس وإعادة الانتشار وتحريك لوبياته في الخارج في محاولة لتصوير المعركة وكأنها معركة من أجل حماية الديمقراطية وحماية المؤسسات وحماية الدستور، يتجند لها الإعلام القطري وتضخ فيها ملايين الدولارات لشراء الأقلام المأجورة التي تنال من تونس كل يوم في الصحف العالمية، بينما لا يتحرج رشد الغنوشي من استخدام ورقة القروض والأزمة الاقتصادية في سبيل عودته إلى الكرسي حتى لو كان الثمن مزيد من التنكيل بالشعب وتجويعه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وشكرا. أخبار، سياسة، تقنية، محتوى مختلف بنظرة شبابية تونسية. عالم أميرة، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.